بيعطيكم 3 ستيتس مثلا، از لودينج انه الريكوست عم تعمل لود، وعلى ايرور بيعطيكم ايرور، والداتا بس هتجي شو بصير. اوكي، فهيك بيسهل عليكم انه تعملوا ستيت للود، ستيت للايرور، ستيت للداتا، دغري بتجي من اليوز كويري. مشان هيك انا بس الاكسيوس احسن، شو اسمه الرياكت كويري احسن. في كمان كذا شغلة تاني كتير كتير ما نزيكم هلا صراحة. اوكي، عندي سؤال هون، حدا فتح معي ثرايد دوت اس اي وعمل رايت كليك انسبكت وبلش يجرب؟ افتحت بس ما جربت صراحة هسه. ما انا مشكلة، بس حاولوا تجربوا هيك على جنب، لانه ما كل شيء انا بحكيه كله بالهواء، ما حيعلق شيء معكم الا ما تجربوا انتوا بيكم. ماشي تمام يا شباب. طيب شو في عنا؟ اوكي، هلا فيكم تقولوا خلصنا شو يعني باك اند فرونت اند، كيف بيحكوا مع بعضهم. بدنا نفوت شوي جافا سكريبت هلا. اوكي طيب، مثل ما قلنا هون، هل دف تولز هذه اللي شايفينها قدامنا هي جافا سكريبت انفايرمنت، فيني اكتب فيها جافا سكريبت عادي. ماشي، سو إذا كتبت مثلا var k equal 1 k equal شو بعرفني k plus plus console dot log، تعرف شو يعني console dot log؟ أكيد ملاقيها k صارت 2. So الجافا سكريبت هون شغال عندنا، فينا نعمل شو ما بدنا هون. So مشان هيك هنعمل الاكزامبل او ريفيوينج للجافا سكريبت بيزكس هون. هنفتح نيو نيو نعمل اندكس اتش تي ام ال، ونعمل سكريبت، نفتح سكريبت ونكتب جوا سكريبت تاج. فهمت علي؟ سو كل شيء هنجربه بالجافا سكريبت هلا حاليا هنجربه. سو شو يعني تروثي اند فولسي بالجافا سكريبت؟ اوكي، سو حدا بيعرف شو يعني تروثي او فولسي؟ او نبلش بس فيك تعيد السؤال؟ ايوه، شو يعني تروثي اند فولسي بالجافا سكريبت؟ اوكي، سو مثل ما بتعرفوا في عندنا باي بروجرامينج لانجويج في عندنا primitive، وفي عندنا شغلات غير البريمتز مثل الاوبجكتس وهيك. سو هل values مثلا لنقول هذا string اذا حطيته جوا اف شو بيطلع لي؟ شو قولكم بيطلع لي؟ ترو ايرور. لا لا، ترو ترو. ترو خلينا نعمل هيك console dot log. اوكي، ما ضروري نحط هلا سيمي كولون، بس انه او سي دي. اوكي، سو شو بتقولوا هيطلع لنا هذا؟ true ولا false؟ true. okay so هذا يعتبر truthy. okay لأنه it evaluates ل true بالجافا سكريبت. let's see مثلا رقم. okay شو أقولكم؟ كمان ترو. طيب شو رأيكم نحط مثلا زيرو؟ شو؟ ترو. زيرو زيرو شو بيتذكركم؟
كل شيء مثلا زيرو ات فالويز. هو زيرو يعني فولس. مظبوط مظبوط. اكيد مثلا اف اذا انا حطيت مثلا اف ترو اكيد حيحط لي ترو ماشي. واذا قلت مثلا اف اف شو بعرف تست equal test اكيد حتكون ترو من string نفس string. اوكي طب اذا جربت null false في كنت تدور عليها هيدي اونلاين، شوف كل الفاليوز شو بيطلعوا. بس الفكره بدي اوصلكم اياها انه فيكم تستعملوا هال variable اللي انتم خلقتوه مشان تعملوا تيستينج عليه من غير ما يعني بدكم تعرفوا هال object بعدين، تضطروا تعرفوا هال object بعدين اذا true او false اذا حطيتوه ب if. هنشوفها بعدين كم example عليه. خلينا نجرب كم شغله ثانيه. empty object true، ما حكيت انا هسه على object. يمكن شوفي هسه هيك يسوى نعرضه في ال undefined. okay so هذا هو بس بشكل عام. يعني في عندنا مثلا خلينا نجرب بس ال empty string. empty string كمان false أو يعني انتبهوا له كمان، لأنه ساعات بتكونوا مثلا عم تجربوا شيء ما بيزبط معكم، انتبهوا إذا عندكم empty string أو لا. so ال empty string it will return false. okay so فيكم كملخص empty string و zero و null undefined وشو كمان و false أكيد هني مسميهم فولسي. يعني اذا حطيناهم ب اف ما حتزبط. اوكي ما حيفوت بال اف اف ستيتمنت بلوك، ما حيفوت فيها. اذا نحن مثلا حطينا ترو و سترينج معبى و whatever اي رقم وشو كمان و object و array كلهم حيكونوا ترو. هلا بس نوصل على الاريز، في بيدخل كمان شباب مثلا جونيورز بيقعوا فيها انه بيعملوا تيستينج على الاري بحطوه جوا اف ما بيشوفوا اللينث تبعه. يعني بس بدكم تستوا على الاري على طول، تستوا اذا يعني اذا معبى ولا لا، على طول تستوا على اللينث تبعه. اذا اللينث زيرو هيكون فولس، اذا اللينث اكبر من زيرو هيكون ترو. اوكي استاذ يحيى، وان كويستشن، الأوبجكت الـ empty object ليش truthy بما أنه هو empty؟ هو empty لأنه خلينا نسأل، ماني ذاكر صراحة، لكن ذاكر ماني ذاكر، دغري ندور علي why an empty object is truthy. اوكي هون عم بيقول there are only 7 values that are false in JavaScript and empty objects are not one of them. so ما في سبب واضح. اوكي كمان نفس الإجابة أعطينا إياها هذا الشاب. The only falsy values in JavaScript are zero, و false, و null, و undefined. Empty string, و not a number. هلا نحكي عن not a number شوي. Okay, so هيك لأنه هيك عاملين JavaScript. ماشي. So خلينا نحكي بس شوي عن ال not a number. ذكرناها من هذيك ال answer. إذا أنا بدي أحاول أعمل بارس أو حول رقم بسترينج لرقم أقدر أستعمله بالكالكوليشنز وهيك،
إذا